هاي. أتلانتس هي على الأرجح أحد الجزر الأسطورية الواقعة بمنطقة المحيط الأطلسي بالجهة الغربية التابعة لمضيق جبل طارق. انتشرت الأسطورة من حوالي 2500 سنة واستخدمت للإشارة لمجتمع بيتميز بامتلاكه مجموعة من الإنجازات المتطورة بعدة مجالات، من بين الهندسة، العمارة، القوة العسكرية والموارد الطبيعية. اسم أتلانتس منه مأخوذ من اسم المحيط الأطلسي، وإنما تيمناً بالإله أطلس وهو مالك المدينة. بيصر عدد من المؤرخين أنه المدينة كانت موجودة من 11 ألف سنة رغم عدم ظهور أي معلومات أو دلالات تاريخية وأثرية حولها، وأنها كانت تتميز بطبيعة حلوة ومي نقية. مين قال أنه أفلاطون هو أول من وصف المدينة من خلال نص تيمايوس يلي بيضم حوار بين سقراط وبيتاغورس بيشارك فيه كريتياس يلي بيحكي عن المدينة؟ أنا قال. بشوفكم بكره.